مساء الخير مشاهدي يوتيوب، حلقة جديدة من برنامج هاتريك. ورحب بضيوفي ومحللي برنامج هاتريك في بطولة آسيا المنتخبات الأولمبية تحت 23 عام، الكابتن سلام هاشم. أهلا وسهلا بك كابتن سلام. ورحب أيضا بالكابتن إبراهيم سالم. أهلا وسهلا بك كابتن. رحب بالكابتن أحمد عبد الجبار. أهلا وسهلا بك كابتن. نبدأ هذه الحلقة بأبرز العناوين. منتخبنا الأولمبي يختتم تدريباته قبل مواجهة الحسم أمام اليابان في الدور النصف النهائي. رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن يوعد اللاعبين بمكافآت مجزية في حال الفوز والتأهل لأولمبياد باريس. شنيشل في مؤتمره الصحفي يؤكد لدي ثقة بجميع اللاعبين المتاحين وسنواجه اليابان بطموح التأهل للأولمبياد. في هاتريك الليلة رجالات الوطن قدها وقدود على مرمى حجر من النصر الموعود. كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذه الليلة. خلينا نبدأ بالمتابعات حتى ندخل في تحليل لمباراة يوم غد أمام المنتخب الياباني. منتخبنا اليوم خاض آخر وحدة تدريبية قبل مواجهة المنتخب الياباني في الدور النصف النهائي. اليابان تغلبت على قطر بأربعة أهداف لهدفين وتأهلت إلى هذا الدور. منتخبنا الأولمبي حقق الفوز على المنتخب الفيتنامي بهدف مقابل لا شيء وتأهل إلى الدور نصف النهائي. الآن أمامنا تقريبا يعني هذه المباراة والمباراة البعدة في حال خسارة لا سمح الله، ويعني ثلاثة احتمالات مع هذه المباراة في التأهل إلى أولمبياد باريس. كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي في هذه المباراة. طبعا للتاريخ واجهنا المنتخب الياباني في الدور ربع نهائي عام 2013، فزنا بهدف مقابل لا شيء. وواجهنا أيضا في نفس البطولة 2016 المنتخب الياباني وتغلبوا علينا بهدفين مقابل هدف واحد. هذه المواجهة الثالثة لمنتخبنا الأولمبي أمام المنتخب الياباني في هذه البطولة. رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن التقى به زميل اليوم زميل حيدر محمد وسأله حول دعم الأولمبية للمنتخب الأولمبي لتحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد باريس. نتابع شنو اللي قاله. التأهل إلى أولمبياد باريس يعني صار أقرب من أي وقت مضى. اليوم رسالة تحبون توجهوها للمنتخب الأولمبي قبل مواجهة اليابان. أبطالنا لا تخاف عليهم أبدا، يعني أبدا، ولا شعرت هالقد إنه إحنا ما رح نوصل بعيد بالبطولة إن شاء الله. أبد الشباب ما رح يقصرون وإحنا قريبين عليهم في كل مباراة، وأوعدهم من خلالكم من خلال قناتكم العزيزة الدعم اللامحدود. ودائما اني معروف علي من اوعد اوفي، وان شاء الله يبيضون وجهنا ويفرحون شعبنا، وعلى قد فرحتهم شعبنا يستحقون التكريم. الدعم اللامحدود هو على مستوى المعسكرات له ايضا على المستوى الشخصي ايضا؟ شوف اكيد على كل المستويات، يعني ما اريد نسولف هواي، لكن الفعل هو افضل من انه تحكي. كنا ملزمين ومجبرين انه نقدم كل شيء لابطالنا لاسعاد شعبنا، وبدون مانيه بدون مانيه غصبا ما علينا. احنا ابناء هذا الوطن وابناء العراق، واشتغلنا بالعراق والله رزقنا بالعراق، وهذا خيرنا كله من العراق. فاذا انت تاخذ خيرك من العراق وما تقدم للعراق، فانت اصلا ما عندك لا ذمه ولا ضمير ولا غيره، واليوم احنا غيرتنا تمشينا. طبعا كان هذا تصريح لرئيس اللجنه الاولمبيه العراقيه عقيل مفتن، قراءه فنيه لهذه المباراه ورسائل من خلال هذا التقرير مع زميلنا زهير الكابي وحيدر محمد الى لاعبي منتخبنا الاولمبي.
نتابع. يخوض منتخبنا الأولمبي غدا ملحمته الكبرى والحاسمة نحو بلوغ الأولمبيات، ملحمة الفوز بها سيضعنا في مصاف العظماء، سيضعنا في قلب باريس مع كبار العالم. لذلك فإننا أمام فرصة ذهبية لا تأتي كل يوم، فالمجد ينتظرنا على أحر من الجمر، والتاريخ بدأ يفتح أبوابه لكم، وأنتم يا أبناء العراق وصلتم إلى مرحلة لا يمكن من خلالها العودة. فأما النجاح أو النجاح لا ثالث لهما، ويقينا إنكم صبرتم كثيرا وتحملتم أذى أولئك المنتفعين ممن تربصوا بكم وما زالوا. أما الآن فأنتم على مرمى حجر، صبركم يدرس وعنفوانكم صار حديث الناس، والإنجاز على بعد أذرع منكم. وتذكروا جيدا ملحمة المنتخب الوطني في ملعب الجنوب في بطولة آسيا الأخيرة، وكيف لقن الأسود نجوم اليابان درسا في الاجتهاد، أي بمعنى أداق. أنتم على موعد جديد مع ملحمة عراقية جديدة وفي نفس مدينة الدوحة، وأنتم قادرون على ذلك، افعلوها وستجدون الشعب يحتفل عن بكرة أبيه في الشوارع والأزقة، افعلوها وستجدون أسماءكم تتردد على الألسنة. الصغير يعرفكم قبل الكبير، وأمهاتكم تتباهى بكم وسط زغاريد النسوة في بيوتكم. واعلموا إن المجد والعلو لا يأتي من فراغ، وإنما من تضحية وجهد وصبر. وكما يقول أهل العرب: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فها أنتم صبرتم وستنالون المجد غدا بإذن الله، فموعدنا معكم غدا، ننتظركم لنفرح سويا، ننتظر بشارتكم، وأنتم أهلا لذلك. شكرا نزيه وحيدر على هذا التقرير، وجدد ترحيب بضيوفي. اهلا وسهلا بكم كابتن سلام. وصلنا للدور نصف النهائي، ومنتخبنا راح يواجه غدا اليابان، نفوز الى اولمبياد باريس والى النهائي ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فرصه تحية. ذهبيه، ثلاث خيارات عندنا يعني ويا مباراه باكر. تحيه للجميع. سلم حسن، سلم سلم وفوز. يعني من تقول تحيات انا اتذكر هاي الاغنيه مال تحياتي لك وانت موجود. لا يعني مرات من يجي واحد ضيف جديد علينا نرحب به، بس احنا صرنا جسمه. الله يحفظ الجميع ان شاء الله. شوف انا اعتبر مباراه يعني باكر اعتبرها هي النهائيه. زين خربت هاي انت هسه ليش تحكي؟ هسه احنا غلسنا. المهم المهم مو البارحه هم قاعد هي مو يتوقع بالستر مو الخلل. خل نروح لحد ما تعدلها كابتن. كابتن ابراهيم يلا. لا ما يصير هسه على ما نرجع له، نرجع له سوا. انطاك المايك، انطاك المايك. اي ها كابتن ابراهيم تسترسل، ما راح اقاطعك والله، تفضل. لا طبعا تحياتي لك، تحياتي للاخوان. هاي الامور طبيعية مو؟ إيه؟ شوف إذا نريد نتكلم عن مباراة، هي مباراة بالنسبة حلم للجميع، سواء للبلد أو كجماهير، كاتحاد، كأولمبية، كوزارة شباب، هاي الوزارات المعنية اللي أنا أتكلم عنها. بالتالي هي أيضا طموح للكادر التدريبي وأيضا اللاعبين. مباراة ما أجي وقاعد وأقول لك مباراة راح تكون سهلة، لا مو سهلة، جدا صعبة راح تكون من كثير من النواحي. المنتخب الياباني منتخب قوي جدا، يمكن قبل لا يدخل بطولة آسيا هذه لعب مع الأرجنتين مباراتين، الأولى فاز 5-2 وتعادل
0-0 كنا نعرف المنتخبات اليابانية فقط التسميات ناشئين الشباب الأولمبي الوطني، لكن هو الأسلوب واحد نفسه ثابت. إيه يعني هم اللي عندهم ثابت الأسلوب والدريس ثابت اليابان والوجوه مش شابون هم كلهم مش مدري نبيهم إحنا. على العموم منتخب قوي، ما أدري أقول من حسن حظنا أو من سوء حظنا لعبنا تجريبي وياه قبل البطولة بقطر. إيه؟ هسه بعد ما أعرف يعني صفر. انتهت 1-0 لليابان. أصبحت الرؤية واضحة للكادر التدريبي اللي موجود عندنا وأيضا للكادر التدريبي لمنتخب اليابان. مباراة تفصلها تفاصيل زين، تفاصيل منها أتكلم له تفضل تفاصيل حتى تفاصيل منها مثلا غياب كنوش زين اللي الكابتن راضي شنيش اللي يعتمد عليه اعتماد كلي بالانتقال السريع واللي يكون دائما هو خلف علي جاسم بهاي المناطق زين. يعني أتصور إذا غيرنا طريقة لعبنا وأسلوبنا إلى الطريقة الدفاعية والهجمة المرتدة راح نخسر راح نخسر المباراة زين. اليابان أوكي، لكن أنت عليك أنه أنت صح تنظم المنظومة الدفاعية زائدا خط الوسط اللي متوقع أنه يلعب بارتكاز اثنين زيد إسماعيل وكرار محمد اللي هو هذا الأسلوب الثابت يعني. لكن منتخب اليابان منتخب صعب، لكن مو يعني مو مثلا خسر ويا كوريا اللي ودعت. اتمنى فقط التركيز وتطبيق طريقة اللعب اللي راح يضعها المدرب والكادر التدريب وان شاء الله نتيجة جيدة. مدرب منتخب اليابان قال كابتن ابراهيم، مدرب منتخب اليابان الاولمبي جو ايوا، قال انه الطريقة اللي نلعب بها هي منذ سنوات ونعمل بشكل جماعي ولا توجد مباراة سهلة. يعني الطريقة اللي هم مثل ما ذكر قال انه الطريقة نفسها والاسلوب نفسه، اللي تضيف فقط انه الدريس يختلف او لا حتى الدريس الشابه نفس الشيء. هاي جديدة ابو يوسف مال الدريس تحسب لك اي مال الدريس هاي حقوق نشر إلي. المهم انا اشوف يعني لو تسألني لي اقول لهم الشباب باكر غلبوا والباقي مو مشكلة، لانه فوز باكر يعني انت ضمنت الاول او الثاني، معناته انت ضمنت صح الاولمبياد، مو عندنا خيارات قلنا. فانا اتصور باكر يختصر كل هاي الخيارات، حتى احنا متابعين جمهور محبين المنتخب العراق راح، انا متاكد انت وصلت للنهائي بعد حتى لو تخسر باي طريقه باي ما راح يعاتب ولا يحزن، لانه ليش؟ ها لانه الغايه انت احنا اتفقنا اكو هدف، احنا هدفنا انه نصل إيه؟ وسوء الحظ انه يمكن يقول لك انه المتوج بالبطل راح يلعب بالمجموعه اللي ضمن الكيان الصهيوني بالمجموعه الرابعه بطل المجموعه مع الباراغواي ومالي والكيان الصهيوني. هي هسه احنا هذا موضوع احنا آخر. موضوع اخر راح نجي يعني على هذا موضوع اخر يعني مو وقت، لانه احنا مجموعه الارجنتين الثاني راح يلعب مجموعه اسبانيا والدومينيكان ومصر. ابو مريم احنا خلينا نصعد وهذا التسميات الاخرى بعدين راح نناقشها في وقت. جواب على سؤالك، واحمد عبد الجبار مختص هسه مدرب يعني عامل فيعرف انه من عناصر اللياقه البدنيه السرعه والقوه من العناصر زين. هذين الاثنينات وحده تميل للفريق العراقي اللي هي القوه والسرعة من الفريق الياباني، ولهذا هو أسلوبهم السرعة متعارف عليهم، لأنه بنائهم البدني قصار القامة سريعين فدائما يتحركون بسرعة. إحنا عكسهم، إحنا الكرات المشتركة دائما تصير من جانب المنتخب العراقي لأنه أقوى بدنيا، لكن كسرعة هم سرعة الحركة وسرعة الانتقال الكرة الانتقال عندهم. فشفتهم ويا قطر يعني لأنه كانت المباراة تهمنا فركزت كل شوية، فريق على مستوى عالي على فكرة. هو مو منه حالة طرد قطر، بس قطر لا سجلوا خلي أقول لك أبو يعني أقل تقدير هو لعب شوطين إضافية. أكو واحدة من السبرنتات سواها لاعب ياباني، لاعب القطري غالبه بعشرة أمتار بمساحة 25 متر راح غلبه وأخذ الكرة. هم موضوع اللياقة البدنية يعرف يعني هذا الموضوع منتهين منه. فريق ينتقل بسرعة، يعني أنت المفروض احنا نكون حذرين جدا بالثلث الدفاعي مالنا، لانه مو من صالحنا الحاله الدفاعيه الوحيده اللي ممكن انه تنفع وياهم هو ان تغلق المساحات في الثلث الاخير من ملعبك زين، لانه فريق يمتلك مهاره سرعه فممكن يستخدمها لما تفتح له المساحات.
فالحل الوحيد وأنا أشوف من وجهة نظري الطريقة اللي لعبنا بها مع السعودية هي الأفضل أن نلعب بها الأفضل الخمسة اثنين ثلاثة. كابتن أحمد شنو رأيك في هذا الموضوع؟ طبعاً أكو من تيجي تحلل الفريق الياباني يعني أنت تروح على المباريات السابقة اللي لعبها يعني إحنا كمحللين أنا شفت حالة غريبة للفريق الياباني يعني بلعباته اللي لعبها الأربع المباريات اللي لعبها المباراة الأولى مثلاً أمام الصين من يجي على المباراة الثانية أمام الإمارات غير سبع لاعبين بالتشكيلة الرئيسية سبع لاعبين اجى المباراة الثالثة أمام كوريا الجنوبية غير من دول التشكيلة اللي قبلها أمام الإمارات غير تسع لاعبين بيها أتتخيل واللعبة الأخيرة أمام قطر مغير 10 لاعبين من تشكيلة كوريا يعني كأنما دا يلعب المدرب شوف المدرب دا يلعب كأنما يعني عنده تشكيلتين يلعب تشكيلة هاي المباراة المباراة الثانية يلعب تشكيلة الثانية فبالتالي راح ينطيهم مسافة بين المباراتين أكثر من بقية أدفانتج بشري حتى الجهود يعني جهد اللاعبين الجهد المبذول يعني لهذا تعقيبا على ما قال الكابتن سلام هاشم أنه يقول لك شفت انطلاق سبرنت لأنه هذا اللاعب ما لعب قبل 3 أيام كابتن صح فهذا لاعب قبل 6 أيام فهذا المجهود البدني الكبير يعني بالإضافة لهم جانب السرعة وجانب السرعة الانتقالية عندهم هذا الادفانتج اللي سواه المدرب وهذا فشيء مو سهل المدرب يابان احنا كاس عصام لعب بثلاث تشكيلات طلعوا المحللين يقول لك لا ليش يلعب بثلاث تشكيلات هاي عملية المداورة اللي دا يسويها هاي عملية المداورة اللي دا يسويها لأن البطولة تجمع كل يومين والثالث لعبة فهاي المداورة تطيف الادفانتج تطيف اللاعب فد أريحية فلهذا يجيك اللاعب يمكن شفنا احنا الفريق الياباني غلب الفريق القطر بالأشواط الإضافية 3-2 كل وبالتالي 4-2 وتشوف الفريق الياباني كأنما الدقيقة الأولى من المباراة بصراحة والله لكم بعد أشواط فيها 2 هم يلعب عادي وهذا فتشي دل يعني إذا تحلله أنه المدرب عنده تقريبا 20 لاعب معتمد عليهم كلهم ما أدى أي فروقات يعني ما تحس أكو فرق من تشكيل من يلعب ضد قطر من لعب ضد الإمارات الفريق نفس الرتم نفس الهاية لأنه يعني فشي هذا غريب بصراحة شاهدته فلهذا إحنا من نتفاجئ ممكن أنه مباراتنا غدا إن شاء الله أمام اليابان ممكن نشوف فسبع ست لاعبين يختلفون عن مباراة قطر فشي عادي جدا هذه ترى على فكرة تذكرون أصور سوزا مدرب البحرين سوزا اللي حصل على كأس الخليج بقطر 2019 قطر تشكيلتين مغايره تماما كابتن هاي اذا الا احنا عندنا لاعب واحد مثلا عفوا كابتن علي جاسم ممكن اذا يغيب عن التشكيل احنا يعني حلولنا تقل صح هو بينما هم هو هذا اللي انا دا قصده شوف مرات اكو منتخب او نادي معتمد على الفلان الفلاني كلاعب وهذا مو صحيح انت بالانديه قد يكون محصور حلو لك لكن بالمنتخبات انت امامك يعني كثير من الانديه سواء بالداخل او الخارج تقدر اليوم احنا خايفين على علي جاسم من الجانب البدني صح ما قعد علي جاسم قعد يمكن المباراه الاولى مال تايلاند 33 دقيقه بس بعض اللاعبين هاي المنتخبات من يهيئ لك ارجع واقول طموح اليابان انه اللعب باولمبياد باريس صح اكثر من حصولهم على البطوله ليش لانه الاولمبياد بيها تسويق اكثر بيها سمعه للبلد اقوى اعلى هو هدفه انه يصعد لكن من يجي على مدرب وعلى اتحاد من يكون منتخبات في الفئات العمريه ما تطالبهم بنتائج ترى بس احنا الضجه عندنا نتائج مطلوبه بس القياس وين هوندا يلعب وين هسه بريال سوسيداد شو اسمه كوبو 18 سنة 19 سنة 20 سنة وين يلعبون الهدف مالهم وين أصبح وكوبو ماكو وياهم ويقدر ما موجود عندهم 10 مثل كوبو لأنه عمل صحيح عمل للمستقبل ما أخذت البطولة أنت شوف ثقافتهم حتى من يطلع هو ما مأدي هيك يسوي لك الياباني صح هو بشرق آسيا الاحترام ثقافة الفوز ثقافة الخسارة حتى الأمور ببلد ما المتأكد خلي باكر نغلب اليابان شنو يصير ضجة باليابان لا خسر وين يبغون ماسيا شنو واليابان هو ما شفنا ضجة باليابان مو هدوء تعالجت المشكلة اللي موجودة داخل المنتخب أبو يوسف
كابتن احمد من بدا حكى قال حاله غريبه، قال حاله غريبه اول ما بدا كلامه عن انه تبديل التشكيلات، طالع عنوان لي قدام قال حاله غريبه. ليش غريبه؟ لانه كنا في كره القدم نبحث عن الاستقرار. كل المدربين لما تيجي تقول المدرب يا بنت ليش تخطا، ليش فريقك مو زين، يقول لك انا ما مستقرين، تمرن متاخر او كذا اصاب. فهذا الموضوع قد الفريق الياباني ما موجود. بعدين اللي قال احمد انه التشكيله الاولى لعبت هيك تشكيله هيك، وتصور بعده هو ما ضامن الصعود ومبدل سبع لاعبين الى ثمانيه. هذا يعتمد اساسا على الادوات اللي يمتلكها. عنده في كل مركز اكو تنافس، متشابهين متقاربين بكل شيء من حيث المهاره البدني، كل الفكر التكتيكي الذهني، هذا كله يساعد. فهاي هاي مو سهله، ما ترهم احمد عند كل الفرق صح؟ يعني على مستوى عالي باوروبا احيانا اكو لاعب يعني اذا غابوا عن اللعبه يهتز الفريق. بس ربطوا ما قال ابراهيم يقول لانه كل شيء متشابهين فعلا، يعني هذا حتى على 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 الامكانيات الفرديه هم متشابهين. لهذا تشوف ما معقوله يعني مدرب يبدل لاعبين ثلاثه، انت داخل في بطوله في معترك تجمع لكن ما تغير اللعبة. أنا هاي المعلومة إلك تحسب حقيقة، لأنه أنا ما يعني ما أعرف إنه مبدل بهالكمية. مو هو قريب على اليابانيين يعني مبدل بهالكمية، يعني بدل لاعبين ثلاثة نعرفهم ممكن تصير صح؟ يريد يريح، يريد يبعد الإنذار، يريد الجهد البدني يقلل على نوع من، بس يبدل سبعة واللعبة اللي وراها يبدل عشرة، هو لا زال ما ضامن. ما معناته هو من دخل المباراة الثانية هو عنده ثلاث نقاط، إذن هو ما ضامن الصعود. لكن من يبدل بهذا الكم إذن هذا فريق يخوف، متعب، أدواته لازم نحسب لها ألف حساب، صعب صعب يعني يعني فريق على مستوى عالي جدا. لا لا بالفعل خل تابع، يمكن كابتن أحمد تابع حتى تصريحات الكابتن راضي شنيش اليوم في المؤتمر الصحفي. كرة اليابان متطورة، يعني بعض النقاط راح أذكر لك إياها. لكل مباراة ظروفها الخاصة، ويبقى الملعب هو الفيصل. قال هي هاي المباراة إنه تختلف عن المباراة مال أمم آسيا اللي غلبنا بيها. وأيضا قال تعودنا على الضغوطات واللاعبين طبقوا في المباريات السابقة، وكان الأهم إنه هو الفوز، نقطة كلش مهمة. قال إنه طبقوا ما عليهم، وكان الأهم بالنسبة لنا إنه تفوز. بس تلعب بأداء بغير أداء، بدفاعي أسلوب دفاعي أسلوب هجومي، أنت الأهم الفوز هو كان. وقال إنه كل شيء يصير بالمنتخب إحنا نتحملها، سواء كان الخسارة أو التعادل إحنا ككادر تدريبي نتحمل المسؤولية. يعني بيقول أكو ضغوطات وانتقادات لكن إحنا تعودنا عليها. دائما تصريحات الكابتن راضي شنيش تصريحات متوازنة، يريد يرفع الضغط يعني عن اللاعبين، يعرف حجم الضغوط اللي الموجودة على اللاعبين. فلهذا هي تصريحات متزنة وتصريحات واقعية. أكيد إحنا قلنا يعني قلنا المباريات اللي تلعب في المجموعات هي تختلف عن المباريات الإقصائية. فلهذا إنه بالمباريات الإقصائية أنت تدور النتيجة، يعني شنو الفائدة إنه لعبت وخسرت لا سامح الله، فأنت تدور النتيجة. هو يمكن قصد مباراتنا أمام فيتنام، كان يمكن زعلان من جزئية كابتن راضي، أنا شفته زعلان من الجزئية اللي ضياع الفرص. يعني قرارات لاعبين، قرارات انهم شوف اخ داود المدرب انه يوصلك للثلث الاخير صح، وبالتالي اكو قرارات اللاعب يعني يتخذها قرارات حاسمة تكون تكتيك اللاعب، مهارة اللاعب، امور كثيرة بالضبط. يعني هاي قرارات يتخذها اللاعب بلحظات من الزمن، فاكو قرارات خاطئه. يعني انا اتذكر يمكن اكو كره من الكرات رحنا 4-2 على الفريق الفيتنامي، بدال ما انا انطي زميلي وزميلي نسبه التسجيل تكون عنده 90%، لا انا شوتت والنسبه كانت عندي 70%. فاكو قرارات خاطئه، كان يعني كان كابتن راضي يعني اكد على هاي النقطه، لانه انت امام اليابان ما راح تجيك هذا الكم الهائل من الفرص، مستحيل يجيك حتى اذا اجتك وتضيعها بهاي الطريقه. يعني فيعني انا اشوف التصريحات متوازنه، وهو قال انه المباراه بالفعل المباراه تختلف عن كاس اسيا، يعني احنا مو فزنا على كاس اسيا لازم نغلبهم. يعني كل مباراه لها ظروفها، ذيك البطوله كانت تختلف اختلاف كبير عن هذه البطوله. تختلف لو قال مشابهه يا اخي بس بتصريحه. لا 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 قال ما حدا في كاس اسيا الاخيره يعني مختلفة. الجماهير، زخم الجماهير اللي كان والزخم الإعلامي كان مسلط عليها بشكل كبير جدا. الآن ممكن الضغوط تصير أقل. ف يعني مباراة صعبة الله يكون بعونهم.
امنياتنا ان شاء الله توفيق ان شاء الله. كابتن ابراهيم، نقطه جدا مهمه اليوم همينا من نتحدث ونقول انه ماكو ضغط اعلامي حتى على المنتخب الاولمبي. طبعا اثنين ثلاثه يحكون هاي مو مشكله، بس يعني مقارنه بامم اسيا تختلف. لا اليوم حتى هو ابعاد اللاعبين عن الاعلام، ابعاد اللاعبين عن الجماهير، عن الضغوطات، عن التواجد، عن الخروج تحسب. اي يعني هاي نريدها حتى بالمنتخب الوطني. شوف تختلف اولا، خلينا المنتخبات، المنتخب الاول، بطولات المنتخب الاول يختلف التغطيه الاعلاميه، الجمهور، اهتمام الجمهور، التركيز العالي. هذه البطوله لولا بها تاهل للاولمبياد ما حتى ما يمكن مو ذي حاله حال البطولات الاخرى اللي شارك بيها. يعني ما عليها سمن تسال شخص ويقول له اليابان كم بطوله حصلت تحت 23 سنه؟ ما عنده. بس من تسال المنتخب الوطني الاول كم بطوله شارك الكاس العالم ينطيك اياها. صح؟ هنا الاهتمام. خلينا نفصل الاهتمام الاعلامي، وهم زين اكو توقيت معين يعني حلو للمشاهدين. اكو منتخبات يعني مو ذيك التغطيه الاعلاميه، شاركنا بمنتخبات للشباب البلد ما يعرف البطوله بيها، مثل نهائيات اسيا 2014 منتخب شباب مينمار ما حد يدري بيها، هم ما يدرون بيها لان ماكو تغطيه اعلاميه. بعض البطولات احنا مرات من نقول نعتب على الاتحاد الاسيوي، يجب ان يرتقب هاي البطولات. ونرجع واقول الف شكر لدوله قطر اللي هي دا تنجح البطولات. خلينا نتكلم بواقعيه، رحنا شاركنا بنسخه 22 باوزبكستان نفس البطوله، ملاعب تدريب ماكو، وما تعرف انه ماكو بطوله بهذا البلد، ماكو ذيك الضغط الاعلامي. حتى مرات الناس ما يعرفون اعلامنا واعلام المشاركين اول ما نزلنا من الطياره وراها ماكو معالم انه اكو اهتمام، حتى يقلل الرغبه عندك. يعني مو الرغبه، ما حد يدري. رحنا احنا بمنطقه 6 ساعات تقريبا تبعد من بالطياره، رحنا ووصلنا للمدينه ما بيها بوادر بطوله المجموعات اللي كانت هنا، فمرات ما ينطيك دافع. احنا ما حسينا بالبطوله وبقيمه البطوله والاهتمام بالبطوله لحد ما وصلنا نصف نهائي ويا اوزبكستان. وين حولونا؟ يعني شلون انت مثلا بالبصره حولوك الى بغداد، هنا الجماهيريه اقوى صارت البطوله، وما كانت بعض البطولات لها تمرين. من ضمن الحالات اللي قلت لك عدم الاهتمام، انا ليش اقول قطر؟ لانه قطر بالنسبه لها من تنظم لينظم كاس العالم عنده هذه البطولات سهله هاي يعني، لكن عليك انه انت جهود الاخرين يجب ان تذكرها. نجاح البطولات في اسيا الجانب المهم واللي هي دولة قطر بملاعبها ومنشئاتها واهتمامها وناسها. هسه البعض يقول لك قطر الى قطر، اليوم اللي نظم كأس العالم من حسن حظنا انه احنا قطر بآسيا ونظمت هاي البطولة كأس العالم، مو سهلة. ارجع واقول رحنا بأوزبكستان ما حسينا بيها بالبطولة، حتى هاي تنظيميا افضل مال أوزبكستان. أكيد. لا نقل كان بوقتها كابتن، انا ذكر لا نقل تلفزيوني، لا يعني معاناه. اكو ملعب تدريب كنا نروح له قبل مباراتنا يمكن ويا اوزبكستان، هي نفسها من جابونا للعاصمه، مباع مرات هم العقليات. رحنا 45 دقيقه 50 دقيقه تدربنا ورجعنا 50 دقيقه، لانه ملاعب تدريب ماكو ما صالحه. هسه البعض من يسمع اوزبكستان كملاعب اوكي، يعني شلون احنا مرات نعاني من انديتنا، الرئيسي مالتهم بس من انديتنا. فهاي البطولات مو مهمه لبعض الدول، يعني من تقول اليابان وكوريا، هاي ارجع واقول فرق عالميه تبني للمستقبل، ما عدا هذا. حصلت على بطوله اسيا والدليل اليابان من تجيها وراء 2016 منتخب اليابان تحت 23 سنه ما حصل البطوله، 18 يمكن خسر ويا اوزبكستان 4-0. الوراها 20 من دور المجموعات طلع، الوراها 22 مركز الثالث فاز على استراليا. يعني ما مو هم البطوله بقد ما هم المشاركه بالاولمبياد. لذلك انا يعني احنا نرجع لها فنيا، لو ما ادري وين سالتني نسيتها سؤالك.
صدق ما ادري حسن قاطعته؟ لا لا ما قاطعته بس انت رحت بعيد انت رحت بعيد شو مارت مو؟ كلش قول 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 غير هم تحاكيني تنبهني انت هسه والله حاروا يا ابراهيم هذاك اليوم نبهك هذاك اليوم نبهك ما قبلت علي انا حارب وانا تذكرته تذكرت صراحه اكو معاناه بالبطولات ما تذكر يعني اللي يروح لها مثلا احنا هنا هسه قاعدين ما تحس بمعاناه المشارك عدا قطر قد يكون السعوديه يعني تمتلك لكن ما منظمه غرب اسيا تنظيم جيد ابو يوسف انت تحشي عن بلد قبل سنه منظم كاس عالم بلد منظم كاس عالم واني ربطت كابتن اي هو قصدي نجاح البطوله بالتنظيم العالي لقطر بال 2011 نظموا امم اسيا في قطر داوود كنا موجودين سويا قبلها الدوره العربيه لا اقول لك غبي عقبول انت عاد لازم يعاقبون انا ما حكيت ترى انا قلت ان دوله قطر ما لي علاقه اذا عاقبون انت تدفع انا سداد قبتي سداده الك لا احنا انت صار بمينيمار وياك بال 2014 وين مينيمار ما حد يدري شنو معاناه كلها معاناه جدا قويه يعني شنو من ناحيه الاكل من ناحيه شنو التدريب اليوم سويت موقف مقلب عبد الله مسفر دكتور بالامارات منتخب الامارات فاحنا تاركيننا من قطعه ففيلل صغار من قطعه هم اللي ماشي عليهم ان يقتلون المسلمين ماشي هي مينمار مو تعرفون هاي هاي اكو فاني قاعد ما عندنا شيء بس احنا ما نقدر نطلع منها لهنا ما تقدر تطلع تخاف فجيت قلت له دكتور شفت حرامات هذا خطيه المسلم اللي بالملعب هسه قتله قال لا اله الا الله لا اله الا الله عبد الله مسفر حتى للعبه ما راح طيب خلنا نتابع زملائنا الاعلاميين والصحفيين تحدثوا عن وجهه ورسائل تحدثوا عن مشاركه منتخبنا الاولمبي في هذه البطوله نتابع استاذ لؤي منتخبنا الاولمبي تنتظر مباراه مهمه مع المنتخب الياباني اليوم منتخبنا صار اقرب الى باريس من اي وقت مضى رسالة تحبون توجهها للمنتخب الأولمبي قبل مباراة اليابان والله كلمة أنه هذه المباراة هي مباراة العمر عندما أقول مباراة العمر أنت أمام مفترق أن تصل إلى نهائي بطولة آسيا نحن نتواجد الآن كممثلين العرب في أربعة فرق وصلت إلى دور نصف النهائي كل اللاعبين العراقيين كل العراقيين ينتظرون فرحة كبيرة من قبلكم أمام الساموراي الياباني التأهل الوصول إلى النهايات الآسيوية شيء يعني مفرح للجميع وفخر ومدعاة فخر لكل الرياضيين وأتمنى منهم الالتزام بالجانب الخططي الاستماع على التعليمات منتخبنا خلال هذه الفترة استطاع أن يتخطى كل الصعاب ليصل إلى دائرة الضوء والحفاظ على هذه المكانة نتمنى اليوم نتمنى أنه من خلال المدرب سيد راضي شنيشل أن يكون المنتخب لأنه منتخب يعني لن يلعب لنفسه فقط إنما يلعب ومن خلفه 40 مليون عراقي ولذلك نتمنى ونتوسم بأن يكون المنتخب من خلال المدرب لأنه هو اللاعبين أن يكون في قمة الاستعداد النفسي والبدني وفي قمة الاستعداد للدفاع عن روحية أبناء الشعب العراقي لأنه الآن الأنفس كل الأنظار متجهة على منتخبنا ثقتنا عالية بالكابتن راضي شنيشل والكادر المساعد وبلاعبين الأبطال اللي بدأ الرتم يصعد عندهم من مباراة إلى أخرى وإن شاء الله كلنا ثقة عالية بأن يكرر ليوث الرافدين المحققة السود الرافدين في بطولة نهايات آسيا والفوز إن شاء الله على المنتخب الياباني شكرا لكل المتحدثين كابتن سلام يعني كتكتيك اليوم احنا بنتابع المنتخب الياباني يمكن تكلمنا عليه اكثر من منتخبنا راح نرجع الى المنتخب لكن محترفو المنتخب الياباني الاولمبي ليو كوكوبو يلعب بنفيكا البرتغالي اوشينو يلعب بدوسلدورف الالماني ياماموتو يلعب بسينت البلجيكي كينساتو يلعب بفيردا بريمن الالماني و جول شيما يلعب بسنة البلجيكي ايضا يعني خمسة محترفين عندهم في المنتخب الياباني يلعبون خارج يعني خارج اليابان وعلى على مستوى يعني عالي يعني هذا هذول لاعبين بالاولمبي محترفين وعلى مستوى عالي يعني حارسهم مع بنفيكا بنفيكا واحد من اول 10 انديه في اوروبا يعني مو يعني قد يكون الثالث يجوز بالرديف يجوز بالرديف إيه
واثنين في المانيا واثنين في بلجيكا، يعني على مستوى عالي كدوريات. انا اقصد انه هسه احنا وين يلعبون ما عندنا هاي المعلومه انه بالرديفه وبالفريق الاول، لكن في مكانات عند دوريات محترمه من الدوريات الاوائل في اوروبا. هذا من تكون عند المدرب هيك امكانيه لاعبين، اكيد الاحترافيه تضيف للاعب نضوج، تضيف له ادراك، تضيف له استيعاب للتكتيك اللي يعطيه المدرب ويوصيه به. احنا اكو يعني ربط بهذا الموضوع، احنا حتى الناس يعني لا تقارن غلبنا اليابان في امم اسيا لازم نغلبهم الان، لانه خلي نعرف الادوات اللي لعبت مع المنتخب الوطني تختلف. بالبدايه عقبت على ما قال كابتن احمد انه اتفقنا انه هم السرعه والقوه ان احنا اذا نرجع للذاكره شلون غلبنا اليابان؟ غلبناها بضربات كرتين، ضربه راس من الجانب، ضربات الراس، لانه هذا من اللي يساعدك، يساعدك القوه البدنيه اللي يمتلكها اللاعب العراقي. كان عندنا مهاجم عمق هو محطه ايمن قوي بدنيا، اي كره الوطني تقصد؟ الوطني اقصد الوطني. كان عندك مهاجم ضخم يكون هو محطه هاي متعارف عليها، حتى اذا تلعب الكرات الطويله عليه يكون هذا المحطه لحد ما يعني يلتحقون به لاعبي الوسط حتى ممكن ان يلعبوا وياه. الان احنا بهذا المركز ما عندنا هاي الامكانيه، يعني حسين لاوندي لو موجود ممكن كان يخدمنا بهذا الجانب، لانه هو ايضا بناء طويل وممكن ان يكون محطه جيده، لكن الان احنا الاساسيين والبدلاء اللي لعبوا في مركز عمق الهجوم ما عندهم هاي الامكانيه اللي يلعب العاب الهواء وممكن ان يحافظ على الكره ويسوي حيازه بها، فالفرق كبير. الان قلت لك هذا الفريق الياباني علينا انه نفكر انه نغلق المساحات، يعني احنا تكتيكنا انه نغلق المساحات، نغلق المساحات، واذا لعبنا مثل مباراتنا امام والواجبات تختلف، ثلاث قلوب دفاع اي مو بس هاي هي المشكله، احنا اتفقنا انه انت مرات اكو نفس التكتيك بس الواجبات تختلف تساعدك. الان الواجبات اللي مع اليابان تختلف عن السعوديه، لان اليابان اسرع من اللاعبين السعوديين. اليابان راح يجي يلعب وياك دور اقصائي، انت السعوديه كان يلعب وياك وهو ضامن الصعود الى الدور الاخر، ما استخدم كل قوته وكل امكانياته. الان الدور الاقصائي ما بي مجال ابو مريم لانه انت تلعب بالاقل، يعني اليابان متفقنا ثلاث لعبات هو غير زي. باكر راح يلعب بافضل ما موجود عنده من 11 لاعب، صح احمد؟ لانه ما بي مجال، يعني الان انت وخصوصا مباراه غد فوزي تروح نهائي، تروح نهائي عدل الاولمبياد، انت تروح نهائي، هو يفكر يختلف عنه، هو بالنسبه له الاولمبياد هو الاهم، له الاولمبياد اي كتاريخ، هم مثل ما قال ابراهيم كاس العالم عندهم هسه اصبحت وحده من البطايق محجوزه دائما لليابان، كاس العالم اربع فرق ثمان فرق، هم البطاقه لهم بالنسبه لهم كاس العالم من اسيا مضمونه وحده منها لليابان لا محال. لكن الان في هذه البطوله هم يفكر انه الكلام الصحيح انه هم بالفئات العمريه ما ماخذين بطولات، هذا يعتبر هذا تحددك فئه عمر، مو مثل المنتخب الوطني عمر مفتوح، فاذا هو يفكر انه ايضا يريد ينجح مثل ما ينجح بالمنتخب الاول ينجح بالفئات العمريه. طيب كابتن احمد، الاسلوب اللي راح نتبعه الان يلعب بخمسه مدافعين ثلاث قلوب دفاع، اليابانيين يمتازون بالسرعه والكرات البينيه وايضا يمكن عمليه نقل الكره من الحاله الدفاعيه الى الهجوميه باقل لمسات وباسرع وقت يصير عندهم. شاهدنا هذه المباراه امام قطر، امام الصين، يعني مباريات تشاهد انه اللمسات والتقارب الخطوط بالنسبه للمنتخب الياباني. استاذ داود، اولا يعني المحترفين الخمسه اللي ذكرناهم هم مو اميز اللاعبين، يعني دول المحترفين الخمسه مو اميز اللاعبين، مو اميزهم. لا انا شفت الـ الـ يعني بعض المباريات الفريق الياباني عندهم شبه اليمين يامادا اللي هو رقم 11 اللي سجل الهدف الاول على قطر، هذا يعني لازم ما نقربه من البوكس، لانه الشوت اللي عنده تكنيكه بالشوت يسراوي يعني يسبب لنا مشاكل. عندهم ماتسوكي رقم 17 لاعب ممتاز، عندهم قلب الدفاع كيمورا اللي عنده هدفين من حالات ثابته، هذا ايضا بالحالات الثابته لازم نكون يعني قريبين، يعني لازم نخلي واحد يعني يلعب مان تو مان ممكن وياه. بالاضافه للمهاجم هوسويا ايضا من اللاعبين الممتازين، انا شفت مباراتهم ويا قطر سووا كل مصطلحات كره القدم الحديثه طبقوها على الفريق القطري، من يعرفون يعني هم يعرفون من يستلمون الكره شو يسوون، يبنون من الخلف
عندهم صبر، نفس الثلاث تشكيلات نفس الاسلوب، نفس الاسلوب نفس الاسلوب، كل اللاعبين مثل ما قال كابتن ابراهيم يشابهون، يعني عندهم تدوير من جهه الى جهه، يعني عندهم صبر، كانما كره يد يدورون الكره من جهه اليمين الى جهه اليسار، هم يدورون الكره مو سبيل انه الكره تدور، في سبيل انه يلقون منافذ من خلالها يكسرون الخطوط. اكثر فريق بالبطوله يروح للديب بوكيت اللي هي المناطق العميقه، الجيوب العميقه العفو، هاي المنطقه اللي هي بين ال 6 ياردات وبين ال 18 الجوانب المنا والمنا. اكثر فريق يروح يعني هسه بالعالم مانشستر سيتي، بالعالم اكثر فريق يروح لهي المناطق هي مانشستر سيتي، احصائيات بهاي البطوله اكثر فريق راح احصائيا هو الفريق الياباني، وهذا يدلك على جوده الفريق الياباني وتحركاته. بالاضافه الى هذا احنا يعني صح الفريق الياباني فريق، لكن بنفس الوقت لازم نعرف نقاط ضعفه، نقاط ضعف الفريق الياباني مثل ما قال كابتن سلام هاشم، قال هدفين سجلت احنا وياهم ايمن عن طريق ضربات الراس. الان بهاي البطوله الفريق الاولمبي الياباني عندهم عليهم ثلاث اهداف، ثلاثتهم بالراس، ثلاثتهم بالراس، هم ما سجلت حاله هسه يعني ما عندهم انه فد حاله انه نقدر مثلا نقول اليوم المنتخب العراقي يلعب على هاي النقطه الضعف. هو دا اجيك يعني ثغره ماكو، دا اجيك لانه انت لما تشوف ثلاث اهداف عليهم من كرات رأسية، هذا يبين لك انه عندهم ضعف بقلبين الدفاع بالكرات الجانبية. يعني شفنا الهدف اللي سجله احمد الراوي صح، كرة جانبية بالرأس، الهدف اللي سجلوه قطر الثاني من كرة ثابتة ايضا بالرأس، وحتى هدف كوريا باليابان ايضا من كرة ركنية. فعندهم خلل بالهواي لازم نستغله في مباراة الغد ان شاء الله. مانشستر لين جوارديولا لاعب ضده مو بالدوري القطري؟ ماخذ انذار يعني راقعني شلاق وماخذ انذار يعني جوارديولا. انا من واحد يحكي وياي اقول له تراني جوارديولا راقعني شلاق وماخذ انذار. كابتن ابراهيم قول اليوم انه احنا يمكن منتخبنا اذا لعب بنفس التشكيله، احنا متفقين يمكن قد اتفقنا الاربعه انه الانسب التشكيله اللي لعبناها امام السعوديه تلعب بثلاث قلوب دفاع يعتمدون على السرعه العمق، تغلق هاي المناطق بثلاث قلوب دفاع افضل. قد تكون عودة يعني غياب كنوش راح يكون البديل زيد اسماعيل، يعني هو او الارجح. رجعنا للارتكاز الاثنين اللي راح يلعب. طبعا شوف تلعب بثلاثة قلوب دفاع خمسة، هنا تركيز الذهن للاعبين. اليوم انا ما اقول لك المنتخب الياباني بعبع وقوي حال المنتخب الوطني الاول، لا، المنتخب الياباني هسه انت سألت قلت معقولة ما عندهم فد ثغرة بالفريق؟ مستحيل بالعالم، على مستوى العالم اكو ثغرات صح، اللي هو مانشستر يونايتد مرات دفاع مو زين وريال مدريد، فهاي الفرق كلها بيها نواقص، لكن الاسم يرهب اخوان، اكو اسم مال فريق، يعني شلون منتجي البرشلونة والريال اسم قوي. اليوم كوريا واليابان لمجرد ينذكر الاسم راح تلاقيهم اكو رهبة تصير، خليه نكون واقعيين. ليش؟ لأنه هذه الفرق وصلت إلى مراحل عالية، منتخب اليابان سهل ممكن نفوز عليه، لكن أنت شلون تفوز عليه؟ شلون تفوز عليه؟ تفوز عليه بالدعاء؟ لا، ما هاي الدعاء، هاي بس عندنا احنا بالدعاء كلها هسه كلها تدعي مرات صدق فريقين ينزل يدعون زين ورب العالمين يامن غير ويا لو يا هذا الله قال لك رب العالمين قال لك اجتهد ولكل مجتهد اسعى يا عبدوي احنا مقضينها يا رب العالمين وفقنا وهو ما يجي للتمرين وهو ما يتمرن زين ذول اللاعبين مرات ثانيه والله العظيم قوه انت تجيبني هو ما يتدرب وما ياكل زين وما مهتم بنفسه ويجي يوم اللعبه يا رب العالمين اليوم شنو رب العالمين؟ سهل يا رب العالمين. شلون الطالب يريد ينجح ومقاري؟ مو انت مهمل بتمارينك باكلك بنومك بسهرك وتجي يوم المباراه، هذه ثقافه داوود، انت والله تجرنا الثقافه، مو هي هاي جزء من عملنا اللي نلاحظها مرات ادواتك هم اللاعبين، زين الادوات اذا ما مهتم بنفسه شو تسوي له؟ مو راسا قالوا المدرب مو زين طلع المدرب. سويت شنو تحكي انت؟ بقى اللاعبين لا نسي لا ارجع اكتبوا بالتعليقات ارجع شنو وين وصل الكابتن ابراهيم سالم؟ التركيز ذكرني لا ترد له الجمهور خلينا نشوف ايش رايك تقول نقاط ضعف اليابان نقاط ضعف اليابان لا ولا مو نقاط ضعف اليابان شلون تفوز على اليابان؟ شلون افوز على اليابان؟ شلون تفوز على اليابان؟ اي صحيح يلا شلون تفوز على اليابان؟
قال لك كابتن احمد انه الكرات الجانبيه اكو ضعف بيها بالملازمه الفرديه وبالمان تو مان، قد يكون هذا هم تركيز ذهني. ونرجع ونقول دول لا زالوا لاعبين فئات عمريه حتى محترفين، من يقول هسه نتمنى انه انت تسوي سيرت كامل عليهم احتمال بدوري الشباب مو احنا من استخدمنا زيدان اقبال كان بشباب اكو ترى اكو دوري جامعات باليابان اي اي هم اغلبيتها الفئات العمريه الفئات العمريه من دوري الجامعات لذلك انا اشوف هذه الحالات. لكن انت من تريد تلعب عكسي اللي عندك مكنزي ومصطفى سعدون على سبيل المثال زين وراح ونطلب من عنده انه يلعب الكروس، طيب انت شلون يوصل مكنزي هنا وشلون يوصل مصطفى سعدون اذا مو الخطوط كلها تنتقل بسرعه؟ هذه مشكله راح تواجهنا فنيا دا احكي لك. زين اذا راحت وانقطعت عكسيه الارتداد المنتخب الياباني بيش يمتاز بالسرعه بالانتقال السريع والسرعه. هنا ليش قلت لك انا توقعاتي انه راح تكون تنظيم دفاعي عالي بمرور الوقت، لكن مع ذلك انا اشوف منتخبنا قادر ان يجاريهم يجاريهم. ما اروح اقول بالروح والعزيمه والاصرار واحنا الهيج والتاريخ، هاي ما راحت بعد أول. اليوم هذه تطبيق الواجبات واحد ضد واحد، ذاك لاعب يعرف يلعب كره قدم ليش نعطيه مجال يستلم ما بين الخطوط؟ التركيز الذهني العالي، احنا على فكره كم هدف صار علينا بالبطوله؟ عندنا 2-2-4-1-5 خمسة اهداف انا اشوفها خمسة يعني نسبة مو قليلة مو قليلة اثنين صح؟ اي 2 مباراة الأولى طاجكستان 2 السعودية 1 اي مو قليلة. إذا انه احنا لازم اكو خلل عندنا لازم نحذر بهذه الكرات، وخاصة اليوم انا سعيد انه حسين عامر الصراحة هذا اللاعب الممتاز اللي اثبت انه كقلب دفاع مكسب الى جانب زيد تحسين مكسب للمنتخب ولاعب يعرف طيب يتصرف ويلعب بثقة عالية. طيب خليه يتابع جمهورنا الرياضي، وجه رسائل الدعم لمنتخبنا ولاعبين والكادر التدريبي نتابعه. يمكن بالبداية ما كنت راضين عن أداء المنتخب، الخسارة مع تايلند، لكن بعدها عدل المنتخب وضعه، فوزين على التوالي ثم عبور فيتنام. نعم. تنتظرنا مباراة مهمة مع منتخب اليابان، مدى قناعتكم بالأداء اللي قدمه المنتخب ورسالتك للاعبين قبل مواجهة اليابان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية احنا كنا ثقة بالكابتن راضي شنيشل والكادر التدريبي واللاعبين، وإن شاء الله ثقتنا بهم عالية، وإحنا خلفهم دائما كنا خلفهم سابقا وحاليا وبالمستقبل، وإن شاء الله بالتوفيق للأسود. والله صراحة المباراة كانت جيدة، المنتخب العراقي قدم اللي عنده، إن شاء الله نطمح نوصل للنهائي. منتخب اليابان منتخب صعب، شبابنا قدموا مستوى جيد، معسكر كان جيد. والله الاداء حلو، الاداء حلو حيل ما شاء الله، وشرفونا منتخبنا، لعبوا لعب حلو ولعب واقعي وما شاء الله عليهم خوش يلعبون. بالبدايه كجمهور ما كنت راضين يمكن عن النتيجه مع تايلند، لكن المنتخب عاد وكسب ثقه الجماهير العراقيه. طبعا طبعا المنتخب مر بظروف بس تخطاها الحمد لله ورجع اقوى من قبل. ان شاء الله يشدون حيلهم ولا يخلون اي عامل سلبي من اللعبه السبقت، عرفت شلون؟ ياثر على معنوياتهم، وان شاء الله خير واحنا متاملين بيهم كل شهوايه. مستوى كان متوسط بالبدايه لكن الحمد لله تعدل مستوانا بالفتره الاخيره، وكل رسالتي للاعبين شدوا حيلكم مثل المنتخب ما فاز، ان شاء الله الاولمبي هم يفوز، وكلنا ثقه بالكادر التدريبي وراضي شنيشن. والله ان شاء الله الشباب بيهم خير، قدموا مباراة جميلة مع مباراة فيتنام والقبلها مع السعودية وتأهلوا وقدروا يصدرون، لكن لحد الآن ما دخلوا هم باختبار حقيقي، بغض النظر بأنه الفوز على السعودية، الفوز على السعودية كان هو مجبر يفوز، لازم يفوز، وهو من الفرق الكبيرة العراق أكيد. فلعبتنا هسه هي على المحك مع اليابان، اليابان اليوم احنا مع على المحك، نشوف راضي راح يقدر يطلع، وإن شاء الله يقدر يطلع سيد راضي. خسارته مع تايلند كانت حافز للانطلاقة نحو الفوز، وقدروا شبابنا الله يبارك بهم أن يحققون الفوز، لكن هنالك ملاحظات كثيرة. يعني في لعبتهم مع فيتنام حقيقة ما كانوا بذاك المستوى المطلوب، مع أنه فريق فيتنام مو فريق قوي، يعني يعتبر أضعف الفرق الموجودة، ولولا ضربة الجزاء لكانت النتيجة
تعادل 0-0. ولكن أنا سيد راضي الشنشل أقول له أنا هم ابن عمك، فالطلب من عندك يعني أكو عندنا شباب مغتربين قاعدين بالإحتياط ما نزلتهم، يعني بلند لاعب فنان وبعد شباب وبقوته وبحيله، يعني أنا أشوف بلند يستحق أن يشارك، وأشوفه أعتقد من خلال مناولاته باصاته مراوغته ممكن أن يقدر يوصل اللعب إلى الهدف. شكرا لجمهورنا اللي تحدث، وإن شاء الله نتمنى تكون هذه المباراة بوابة للتأهل إلى أولمبياد باريس. المجموعات يعني إحنا إذا نلاحظ المجموعات يعني خلينا نفوز هذه المباراة، بعدها لكل حادث حديث، خلينا نكون في المجموعة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة، يعني كل شيء صاير. يمكن البارحة كابتن إبراهيم تحدثنا بهذا الموضوع مع السيد أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة أنا وياك، أي أكيد حكينا بهذا الموضوع. فيعني هذا نتمنى إن شاء الله يوم غد نكون التأهل لصالح المنتخب العراقي ونتأهل إلى النهائي، والنهائي إن شاء الله كريم. هذا هو بالنهاية توقعاتك أنت. شوف عدت قبل التوقعات ما عندي وقت. إذا نتذكر في أمم آسيا عشنا هاجس اليابان أزعجة العالم، الوديات تذكروها الأخيرة 4-5 وفازت على ألمانيا 6 الآن وصل. والفريق الياباني تختلف عن بطولة آسيا، لا أكو خوف وفريقنا زين، والفريق الياباني صح فريق محترم لكن مو اللي مثل ما وصلنا إلى لعبة اليابان. لحد ما انتهت اللعبة إحنا كنا مصدقين لأنه إيش قد ما أخذوا صيت وسمعة من اللعبات التجريبية اللي أخذوها الأخيرة، فأتصور إنه وضعنا باكر أفضل من بداية اللقاء ويا اليابان. زين توقعاتك إن شاء الله كابتن. يا رب إن شاء الله العراق. إن شاء الله كابتن إبراهيم. ما بهاي الطوط ولا هي راحت الطوط. شوف اللي يصور المراحل، أنا حبيت أتكلم مثلا هذا تشانس وتشانس آخر وثالث، كل مرحلة اللي ما تعبرها تجيك الأصعب. خلوها يعني خاف البعض مثلا يتصور إنه عندنا تشانس، لا التشانس الآخر يكون أصعب من الأول. ثقتي عالية بمنتخبنا الأوروبي وإن شاء الله باكر فايزين إن شاء الله. كابتن أحمد التوقع صعب، مباراة صعبة جدا. الأمنيات إن شاء الله فوز المنتخب العراقي، لكن أرجع أقول مباراة صعبة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم كباتن، شكرا جزيلا لك كابتن، شكرا لك كابتن سلام، شكرا لكم. نلتقيكم باكر إن شاء الله بعد نهاية المباراة، راح تكون أيضا البرنامج المباراة الساعة 8:30 راح تكون. كل التوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله يحسمها من الأشواط الأصلية في الوقت الأصلي إن شاء الله. إلى اللقاء، تصبحون على خير.